بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، ورضي الله تبارك وتعالى عن شيخنا سيدي أحمد تجاني وعنا به، آمين. أما بعد، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه؟ إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. كن عالم الأمر، فيكون عالم الخلق. يبقى كن أمر، فيكون إيه؟ ألا له الخلق والإيه؟ والأمر. أمال إيه الفاء اللي في الوسط دي؟ الفاء ديت فا يكون، دي اسمها فاء الحب. اسمها ايه؟ فاء الحب. لان ربنا سبحانه وتعالى صفاته صفات قديمه. قديمه يعني ايه؟ يعني ازليه ابديه. واحنا كلنا كنا في علم الله. كنا في ايه؟ علم الله. ثابتين، متعينين في علم الله بالثبوت. ثم أراد الله تبارك وتعالى أن يعرف، فقال لنا كن فيكون، فأخرجنا من ثبوتية القدم إلى صورة الإيه؟ الخلق بالفاء، يعني بالحب. يعني سر الخلق كله في الحب. يعني أن الله سبب خلق العالم هو الحب. يبقى سبب خلق العالم إيه؟ والإنسان له وجهان، وجه إلى القدم حيث أنه ثابت في علم الله. يعني أنت كنت ثابت في علم الله وما زلت ثابت في علم إيه؟ القديم. وأنت حادث ومخلوق من حيث أنك إيه؟ صورة الآن. يعني أنت صورة دلوقتي، يبقى أنت مخلوق ولا مش مخلوق؟ طيب أنت كنت ثابت في علم الله وما زلت ثابت في إيه؟ في علم الله. يبقى أنت قديم ولا مش قديم؟ قديم. يبقى أنت لك وجهان، وجه إلى القدم ووجه إلى الإيه؟ إلى الحدوث. فأنت حادث من وجه، قديم من إيه؟ من وجه. دي مسألة عويصة جدا. تجد سيدي أبو الحسن الشاذلي تكلم عن أو أخرج لنا صلاة اسمها الصلاة الذاتية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، النور الذاتي. النور الايه؟ الذاتي. النور الذاتي. وسيدي احمد بن ادريس في الصلاه بتاعته في الصلاه الثالثه النور الذاتي. وسيدي محي الدين ابن عربي رضي الله عنه بيتكلم عن النبي انه النور الايه؟ النور الذاتي قديم. ومن يقول أن النور الذاتي حادث يكفر. النور الذاتي لله قديم وليس بإيه؟ بحادث. ومن يقول أن النور الذاتي لله حادث يبقى إيه؟ يكفر. أنت تقدر تقول النور الذاتي لله ساري. ساري في الأسماء والصفات. ساري برحمته في الأكوان. انما تقولش انه مخلوق. مفيش حاجه اسمها النور الذاتي ايه؟ مخلوق. فرسول الله صلى الله عليه وسلم له وجهان، له ايه؟ وجه الى الحدوث وهو انه بشر مخلوق، ووجه الى القدم بانه نور ذاتي لله. فهمت؟ انما تقولش من حيث انه وجه انه نور ذاتي مخلوق، لا. من حيث انه نور ذاتي فدوت وجهه الى القدم. ومن حيث انه مخلوق بشر فذاك وجهه
من الحدوث. يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم حادث قديم، حادث من وجه، قديم من ايه؟ من وجه. مفهوم؟ طبعا احنا يعني العلماء تكلموا عن هذه المسألة ولكن بكلام رقيق جدا، ونحن نعذر اخواننا العلماء ونعذر طلاب العلم الذين يعني لم يتفهموا هذه الحقيقة، لأنها دقيقة، هذه الحقيقة دقيقة فلم يتفهموها، يعني احنا نعذرهم في الجهل، الجهل يعذر به، انما سوء الظن وسوء الادب نعزلهم فيه ونعذرهم فيه، انما لا نعذرهم، مفيش حد يعذر حد في التطاول وسوء الادب مش كده ولا ايه؟ انما نعذرهم في الجهل، خلاص انت جاهل، ما تبقاش جاهل جهل مركب، يعني جاهل وسوء الادب، جهل وسوء ادب، يبقى جماعه مش كده ولا ايه؟ فقضى بكن وقدر بيكون، قضى بإيه وقدر إيه. وقد ينعم الله على خاصة خلقه بسر كن، بسر إيه؟ النبي قاعد كده عليه الصلاة والسلام وجاي خيال من بعيد قال له كن أبا خيثمة، ومرة تانية كن أبا ذر، فكان إيه؟ ومن غير كن كمان. ده النبي عليه الصلاة والسلام قاعد كده في الجيش وجابوا شوية مية حط صوابعه الكريمة فيها، الماء تفجر بدون كن ولا حاجة، ولا قال كن ولا إيه، حط صوابعه في المية، المية حصل لها إيه؟ والجيش كله شرب من غير كن ولا حاجة. ومرة جابوا شوية تمر وحط النبي عليه الصلاة والسلام تفل فيهم أو برك فيهم والجيش كله كل من غير كن ولا حاجة. وسيدنا أبو رافع عمل له عمل للنبي عليه الصلاة والسلام شواها للنبي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له أعطيني الكتف، فاداها له، قال له أعطيني الكتف، فاداله الكتف الثاني، قال له أعطيني الكتف، قال له يا رسول الله الشاة لها إيه؟ قال له أما لو سكت لوجدتها ما دعوتك. أنت بتتكلم ليه؟ أنا لو كل ما أقول لك هات الكتف هتلاقي الكتف من غير كن ولا حاجة يعني. غير كده ولا حاجة. والأنبياء لما بيجوا بيكلموا الناس على قد عقولها، والقرآن كلم الناس على قد إيه؟ عقولها. يعني الكفار ربنا بيكلمهم غير ما بيكلم المؤمنين، وبيكلم خاصة المؤمنين غير ما بيكلم، مش كده ولا إيه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام تجد في القرآن الكريم ربنا بيقول ايه؟ قل انما انا بشر مثلكم، انما انا بشر ايه؟ الكلام ده مش للمؤمنين، الكلام ده للكفار، بيقول لهم انا بشر زيكم عشان يؤمنوا. انما الناس المؤمنين بقى المحترمين يقول لهم ايه؟ انا لست كهيئتكم، انا لست كمثلكم، كده ولا ايه؟ الناس بقى المنورين العاليين ربنا يقول لهم ايه؟ قد جاءكم من الله نور وكتاب ايه؟ وسراجا ايه؟ منيرة. مش كده؟ يبقى مخاطبة ربنا سبحانه وتعالى للمؤمن غير مخاطبته للايه؟ محدش بقى يجي يقول لك ايه؟ لا ده النبي يقول انا بشر زيكم،
يا عم انت مالك انت بالكلام ده؟ ده الكلام ده للناس اللي لسه ما احنا عارفين انه بشر. هو في حد ما يعرفش ان النبي بشر؟ ما هو بشر مخلوق. مخلوق، ولكنه نور الله الايه؟ الذاتي الساري برحمته في ايه؟ في كل الاسماء والايه؟ والصفات. ولذلك قال لهم: وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. شفت الدعوه البسيطه الخفيفه للناس اللي لسه ما امنوش، وان الله ربي ورب، يعني لسه في البدايه بيقول لهم ربنا، بيعرفوا في رب، وان الله ربي ايه فاعبدوه هذا صراط ايه. فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. يعني يوم القيامه هو مشاهد ومشاهده، كل حاجه ليها مشهد، الكافر له مشهد والمؤمن له مشهد والاولياء لهم مشهد، وكل انسان له مشهد يخصه. يعني اللي الكافر بيشوفه مش هو اللي المؤمن هيشوفه، مش هو اللي الاكابر هيشوفوه، مش هم ولا الانبياء، لا، كل واحد له ايه؟ مشهده الخاص، مشهده الايه؟ وله مشهد عام، في مشهد خاص يخصه، في مشهد عام ايه؟ مع العوام. وبعدين بقى الآية اللي جاية دي آية ملاطفة بين الله ورسوله، محدش يتدخل فيها، دي حاجة بين ربنا ومين؟ يعني بيقول له ايه؟ بيقول للنبي مع انهم كافرون ومع انهم ضالون ومع انهم يعني فيهم كل الايه، ولكنهم خلقي، ولكنهم ايه؟ خلقي، وانت رحمة الله للعالمين. فبيقول له ايه؟ اسمع بهم وابصر، يعني اجعلهم تحت سمعك وبصرك، اجعلهم تحت سمعك وايه؟ فانت رحمتي، رحمة الله ايه؟ انا شد عليهم وانت ايه؟ اسمع بهم وابصر. والدليل يوم يأتوننا، كلمة يأتوننا دي يعني ايه؟ اذا قامت رحمتك يا رسول الله فهو اتيان لا مجيء. اسمع بهم وابصر يوم يأتوننا، يعني انت لما رحمتك هتقوم وانت الرحمة المهداة. يعني الرحمة المهداة للمسلمين بس، قال للعالمين، وما ارسلناك الا ايه؟ للعالمين. والعالمون هم كل ما سوى الله، كل ما سوى مين؟ يبقى النور الذاتي ولا مش النور الذاتي؟ أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. وبعدين يجي إيه ربي يقول لك إيه؟ لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. يعني إيه؟ يشد شوية وإيه ويرخي شوية، أنا شد وأنت إيه؟ ترخي. يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يعني إيه؟ أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في إيه؟ خلي بالك. ومن حيث أنك رحمة يا رسول الله، وأنذرهم يوم الحسرة، يعني أنذرهم قبل أن يتحسروا. فهذا إنذار من حضرة الرحمة الربانية. إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها. من دي للعاقل، ومن من العقلاء اللي على الأرض مش البني آدمين؟ يبقى احنا على الارض ولا مش على الارض؟ يبقى مفيش حد بقى في الدهاليز ولا في ال، يا هم بيقول لك يأجوج ومأجوج دول جوه الارض، لا مفيش حد جوه الارض، كلنا على الايه؟ على الارض. انا نحن نرث الارض ومن ايه؟
واذكر في الكتاب إبراهيم عليه السلام. طبعا السورة دي البطلة بتاعتها ستنا مريم. ستنا ايه؟ بتاع 30 آية عن ستنا كده. وبعدين بقى بعد كده هيتكلم مثلا ايه؟ كم 3 4 آيات على سيدنا إبراهيم، 3 4 آيات على سيدنا، مش كده؟ ايه الشرف العظيم ده؟ السيدة مريم يعني تتصدر المشهد. وبعد كده يقول لك مش ليست من الأنبياء. يا سلام. يعني تتصدر هذا المشهد العظيم ثم تقول أنها ليست من الأنبياء. وبعدين في السورة، يقول لك إيه؟ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين اللي فاتوا دول. هي جاية أو بعد سيدنا زكريا على طول، واخدة كل السورة، فيقول لك لا مش من النبيين. ما هو ربنا بيقول أهو من النبيين. يعني كلمة إبراهيم ذكرت في القرآن 69 مرة. 69 إيه؟ منهم 15 مرة في سورة البقرة. والعجيب يا أخي، تجد ال 15 مرة بتوع سورة البقرة بحذف الياء، وباقي القرآن بإثبات الياء. ما فيهاش إيه؟ بتاعت سورة دي إيه؟ ايه الموضوع ده؟ موضوع خطير جدا. الرسم العثماني رسم توقيفي، الرسم العثماني رسم ايه؟ وقد افتى الامام مالك رضي الله عنه بحرمة كتابة المصحف بغير الرسم العثماني. ايه الموضوع ده؟ قال لك سيدنا عثمان لما جه يكتب المصاحف كتب المصاحف الحجازية اللي هي المكية والمدنية، كتب كل القرآن إبراهيم بليه، والمصاحف اللي بعتها الشام والعراق كتبها من غير إيه؟ كتبها من غير إيه؟ إيه؟ عشان ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في إبراهيم بتاعة سورة البقرة، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءتان، إبراهيم وإبراهام. إبراهيم وإبراهام، فأهل مكة والمدينة بيقروها إبراهيم، خلاص خلاها كلها إيه؟ بدياء. والشامي ابن عامر بيقراها إيه؟ إبراهام بتاع سورة الإيه؟ هشام بن ذكوان بخلف بيقراها إيه؟ فاحتراما لأن القراءتين وردتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتبها بتاعة البقرة وباقي المصحف بإيه؟ بإثبات الإيه؟ الآلهة. خدت بالك؟ وتجد إن إبراهيم الألف بتاعتها الثانية اللي بعد الراء مش كاتبها ألف، لا كاتبها ألف إشارة كده، يعني ألف إيه؟ ما نقولش بقى ايه العلة في كده، ايه العلة في كده. والله انا نفسي مش فاهم العلة ليه كتبها ألف إشارة يعني، بس هي اترسمت كده، هو رسمها كده. ايه علتها؟ لا يجوز في القرآن ان نقول ما علة كذا وما علة كذا وما علة كذا، ولكن يقال ما وجه ذلك. الأدب، ما وجه ايه؟ ما حكمة ذلك. انما تقولش ما علة ذلك، ما ينفعش. ما وجه ذلك؟ انا لا ادري ما وجه ذلك. دي كتبت بألف الايه؟ الاشارة. وفوق كل ذي علم ايه؟ إذ قال لأبيه، أبوه هنا عمه، لأن في الآية الثانية إذ قال لأبيه آزر. لو كان أبوه ما كانش قال آزر بقى، كان قال أبوه بس، إنما لأبيه آزر يعني إيه؟ لما يقول لك إيه روح لعمك علي، يعني أبوه عمه، أو روح لأبوك علي، روح لأبوك إيه؟ يعني عمك. فده كان عمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا خيار من خيار من خيار، فكل
آباء رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا موحدين، كانوا إيه؟ حنفاء. حتى سيدنا عبد المطلب كان مستجاب الدعوة ولم يسجد لصنم، ولم يسجد لإيه؟ لصنم. وكان من الحنفاء على ملة إبراهيم عليه السلام. مش هو اللي دعا على بتوع الفيل؟ مش كده؟ لما جه أبرهة بالفيل مين اللي دعا عليهم؟ يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا إيه؟ سويا، أي مستقيما. يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن إيه؟ عصية. طبعا كلمة الرحمن تتعجب أن سورة مريم سورة إيه؟ ذكر فيها اسم الرحمن 16 مرة. كم مرة؟ أكثر سورة ذكر فيها اسم الرحمن كم مرة؟ يبقى اسمها سورة الرحمن برضو. يا سورة مريم وسورة السلام وسورة الإيه؟ ده سورة الرحمن نفسها ذكر فيها الرحمن مرة واحدة. سورة مريم كم مرة؟ إيه الجمال ده؟ إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. يعني حتى العذاب من مين؟ من الرحمن. يعني ربنا ما بيعذبش إلا من مين؟ إلا مع الرحمة برضه، يعني يعذب برحمة. الله تبارك وتعالى يعذب من اسمه إيه؟ لا يعذب من اسمه القهار ولا من اسمه الجبار. محدش يستحمل ظهور أي حاجة من اسمه القهار ده أبدا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ راغب عن غير راغب فيه، عكس راغب إيه؟ قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك، أي لأشتمنك. يعني لو ما رجعتش عن إنك تذكر الآلهة بتاعتي بسوء لأرجمنك بالكلام، أي لأشتمنك بالإيه؟ واهجرني مليا، يعني إيه؟ ابعد عني دلوقتي، ابعد عني بقى مدة طويلة كده لحد ما انسى اللي انت ايه اللي انت بتقوله ده. قال سلام عليك. قال ايه؟ سأستغفر لك ربي. سأستغفر لك ايه؟ وما كان استغفار ابراهيم لأبيه الا عن موعدة وعدها ايه؟ فلما تبين له انه عدو ايه؟ لله تبرأ منه. فالأمور لها ظاهر ولها إيه؟ باطن. الظاهر ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على إيه؟ إنهم كذا وكذا وكذا. هو ده ظاهر الإيه؟ إن الواحد ما إيه؟ الجماعة الكفار والمشركين دول الواحد ما يصليش عليهم ولا يستغفر لهم ولا 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 ولا، ماشي كده؟ أما باطن الأمر فدي بقى حاجة إيه؟ هتظهر في الآخرة، هتظهر في الإيه؟ يعني ربنا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ولا تصلي على ولا تقم إنهم كذا كذا كذا، وبعدين يقول إيه؟ ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليه. إن الله كان إيه؟ غفورا رحيما. يعني كان حق آخر السورة تقولي بقى إن الله منتقم جبار، مش كده؟ ليعذب الله أو يتوب عليهم إن الله كان إيه؟ غفورا رحيما.
الله اعلم، الله اعلم. انما ظاهر احنا نقف مع الظاهر. ولا تصلي على احد منهم مات ايه، وما تستغفرش للمشركين، مش كده؟ الا عن موعد، فلما تبين له ان تبرأ منه ان ابراهيم، مش كده؟ قال سلام عليك ساستغفر لك ايه. يا سلام. طب انت بقى كرجل مؤمن، شوف سيدنا ابراهيم استغفر لعمه، انت بقى النبي استغفر لك، النبي استغفر لك عن امر الله، واستغفر ايه، واستغفر له، فاعلم انه لا اله الا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والايه. يبقى النبي بنفسه بيستغفر لك. وكمان النبي عليه الصلاة والسلام حبب ورغب المؤمنين في أن يستغفروا لبعضهم، فقال من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. يعني أنت بتقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، ربنا يكتب لك بكل مؤمن ومؤمنة إيه؟ حسن. شوف 2 مليار مسلم بيستغفروا لك وانت قاعد، يعني انت بتعمل في اليوم 2 مليار ذنب ولا ايه؟ انت بينوبك استغفار 2 مليار مسلم وانت قاعد ايه؟ وبينوبك استغفار النبي ولا لا؟ وبينوبك استغفار الملائكة ويستغفرون للذين ايه؟ امنوا. الملائكة بتستغفر ولا لا؟ تستغفر لك. ويستغفرون للذين ايه؟ وفي تاني ويستغفرون لمن في الارض، ويستغفرون لمن ايه؟ لمن في الارض. دول مين؟ لمن في الارض، مش كده؟ يبقى باطن الارض ان الملائكه، باطن الامر ان الملائكه يستغفرون ايه؟ لمن في الارض. والظاهر ولا تصلي على احد ايه؟ قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، أي عهدت ربي لطيفا بي يجيب دعائي، فإن شاء الله يجيب فيك إيه؟ دعائي. إنه كان بي إيه؟ حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.